خلاص اتعرضنا على الدكاترة والتحاليل خلصت وكله في التمام وخلاص رايحين نعمل عملية. ايه النظام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ معاكم محمد هشام ودي قناتي قناة ام هتشات. المرة اللي فاتت اتكلمنا في الحلقة بتاعت ما قبل العملية، وبرضو هسيب اللينك بتاعها في اي جزء من الشاشة علشان اللي ما شافهاش يرجع لها ويبقى يجي يكمل تاني لو عايز، او يكمل دي ويرجع لها اللي هو اللي انتوا عايزينه. ولكن اتكلمنا خلاص ان تم التحويل لاي طبيب وعملنا الاشعاعات وعملنا التحاليل وخلاص العيان جاهز لدخول العمليات. ايه اللي بيحصل وايه اللي هيحصل يوم العملية؟ هو ده اللي هنتكلم فيه النهارده. كل هدف المرحلة دي هو حاجتين، ان طبعا يكون الموضوع سلس باقصى ما يكون على المريض وعلى الطبيب، وان الموضوع نوصل لبر الامان، ان العملية ان شاء الله تتعمل بنجاح، واهم حاجة باكتر اجواء نظيفة ومعقمة في الدنيا، علشان التلوث الجرح ده بيكون رعب او كابوس الطبيب وطبعا المريض في الاساس يعني. ولازم نفرق شوية بين حتة التعقيم وفرق النظافة، عشان في ناس كتير متخيلة ان لو واحد غسل ايده بمية وصابون كده هو عقم. لا، التعقيم شيء. يعني ايه معقم؟ يعني موبايل زي ده ممكن يكون نظيف وكل حاجة، يعني ممسوح ونظيف وكل حاجة، لكن هو غير معقم، عليه بكتيريا. كل الاسطح اللي احنا بنتعامل معاها دي بكتيريا جاية من اي حتة، فبالتالي مش وسط معقم. معقم يعني مفيش بكتيريا، يعني مفيش ميكروبات. وعلشان كده في حاجة اسمها تعقيم لأوضة العمليات. دي مش هنقعد نتطرق زيادة ان في عمليات بتتم ممكن في العيادة الخارجية، يعني في بعض العمليات ممكن تتم حاجة اسمها outpatient procedure، او عملية من عمليات العيادة الخارجية ممكن تتم مش محتاجة تعقيم تام ولا غرفة عمليات معقمة، لان بيبقى في تعقيم لغرفة العمليات، غازات وما شابه كل فترة، حتى الهواء بنحاول بقدر الامكان يكون فيه بكتيريا او organisms او ميكروبات قليلة، حتى في طريقة في الهواء، توزيع الهواء طبعا يعني مع كل امكانيات كل مستشفى وغرفة عمليات، ولكن حتى بيكون الهواء مفروض طالع من غرفة العمليات مش داخل، لان اي هواء داخل معرض انه يجيب معاه ميكروبات، لكن في الغالب دايما يكون الهواء طارئ. طبعا انا بتكلم المفروض، انا بتكلم في المفروض على حسب الامكانيات ودرجات التعقيم، لكن هو في درجات هنتكلم هنخش في درجات. يعني ما ينفعش مثلا دكتور يخش يغسل ايده بالصابون ويخش يشتغل في العمليه، ده كده اسمه تهريج. لا، في حاجه اسمها تعقيم للطبيب، ما ينفعش طبيب يخش يعمل حتى لو عمليه في اوت بيشنت بروسيجر بيلبس جوانتي معقم اقلها، يعني لازم يكون السطح الملامس لمكان الشغل يكون معقم تمام. هنتكلم جوه غرفة العمليات علشان تحسوا بقى، يعني برضو نتخيل الوضع، مش لازم الموضوع يكون دش قوي عشان تتفاعلوا او تحيشوا الجو معايا وتحسوا بالموضوع. فان شاء الله لو يعني الرهبة تقل لو لا قدر الله حد دخل عملية. فالعيان وصل المستشفى، استقبلوه في الاستقبال، اتفضل حيك على قطك او يعني العنبر او ايا كان، مستشفى خاص حكومي ايا كان، يعني بيخلص اجراءات الدخول وملفه وكل حاجة وتمام. ممكن لو ما كانش تعرض على التخدير او تعرض حتى بيتم عرضه مرة اخرى على دكتور التخدير، التمريض بيبص عليه بيطمن هل اخد دواء السكر ولا لا، لو كان خده برضه ونسي مفيش مشكله، بيقيس السكر وبيشوف الامور ماشيه ازاي، ما كانش خده زي ما الدكتور قال له بيتم قياس السكر وتظبيطه بالانسولين المائي بحيث ان المريض يكون جاهز. التخدير بقى اللي هو جوه اوضه العمليات يطمن ويدردش كلمتين كده مع العيان، يعني على اساس لو في اي حاجه قلقاه بيبتدي. طبعا دكتور التخدير بقى وتخصصه مش هنخش عليه، ولكن يعني زي بيحط خطه التخدير لهذا المريض المناسبه بالنسبه. بنلاقي بعد كده التجهيز العيان بقى ان هو بيتحط على التري او الترولي زي ما بيقول، يعني زي اللي هو سرير متحرك. وساعات طبعا في عمليات العيون ساعات المريض بيبقى جاي على رجليه، لان الموضوع مش زي العمليات الاخرى، يعني الموضوع بيكون اسهل الى حد كبير، ولكن لازم بيكون لابس الجاون بقى، يعني بيقلعوا المريض بهدومه وبيبقى لابس حاجه اسمها جاون او يعني زي لبس العمليات اللي هو بنلبسه في العمليات، ولكن مش لازم بيكون معقم للمريض. يعني حتى لو ادوه له معقم كده كده هيتلوث، لان المريض هيلبسه وهيمسكه بايده اللي غير معقم وهيقعد على السرير الغير معقم. مش وزي ما قلت فرق بين نظيف وفرق بين معقم. هرجع اعيد وازيد تاني في الموضوع ده علشان الموضوع المفهوم ده بالنسبه لناس كتير مش مفهوم. يعني هديكم مثال جايز يقرب الموضوع. زي ما بنتكلم في الفضاء، في فرق بين الفراغ، فراغ يعني ما فيهوش اي ذرات، لا اكسجين ولا ثاني اكسيد الكربون ولا حاجه. مش معنى ان احنا بنشوف الصاروخ ماشي في الفضاء والدنيا حواليه فاضيه زي في الارض زي بره الغلاف الجوي، معناه ان في هواء في الفضاء. نفس الفكرة، مش معناه ان مش شايفين عليه بقعة ولا بقعة صلصة ولا بقعة، يعني الكلام يعني بالعكس، ده ممكن يبقى متبقع ومعقم، يعني ممكن يكون لون معين، لون في ماركر كتب مثلا مكتوب على الجاون ده اسم الرمض مثلا او قسم الرمض، يعني
مكتوب عليه كده، لكن دخل حاجه اسمها اوتوكلاف او يعني دخل اتعرض لاشعاعات واشعه جاما وتعقيمات وبتاع، ممكن يكون مكتوب عليه حاجه بس معقد، يعني هي دي النقطه. لكن مش معنى ان هو نظيف ان هو اتغسل بصابون معقم، دي حاجه تانية. انا بعيدها تاني عشان المفهوم ده يكون، لان ده اللي احنا كل اللي بنتكلم عليه، وده اللي هيساعد العيان نفسه او اي عيان داخل يعني بعد الشر على الجميع داخل غرفه عمليات، هيساعد نفسه ويساعد الدكتور، لان هو العيان ممكن يفك تعقيم الدكتور نفسه لو لمسه مثلا. فهنرجع نتكلم، كل الوسط بنحاول يكون معقم على قد ما نقدر، طبيب في الاساس طبعا اللي هيعمل العمليه، التمريض المساعد، العيان نفسه، بس مش العيان هو نفسه كله اللي بنعقمه، هنتكلم ازاي بيتم التعقيم واحنا شغالين، غرفه العمليات زي ما بقول كل فتره ناحيه الغازات الهواء. الحد الادنى هو الفيلد او المجال الشغل بتاع الطبيب، مجال الجرح كله لازم يكون معقم. فنرجع، العيان دوله الجاون او البتاع اللي هو بيتلبس من قدامه من ورا مفتوح، ده هو ده الجاون. طبعا العيان بيبقى مفروض لابسه، لابس حاجه غيره او يعني بيبقى لابس غيار داخلي وخلاص، ولكن كده كده مفيش تعقيم، المهم بيلبسه وبيبتدي العيان يروح لاوضه العمليات. اوضه العمليات بيكون في منطقه متوسطه بين غرفه العمليات الاساسيه هي نظيفه، وفي زي ممكن حته زي بافر زون او منطقه وسط بين النظيف واللي غير نظيف. ممكن في الوقت ده العيان بيقعد، طبيب بيطمن عليه، بيهديه شويه، يشوف اذا كان هيتعامل معاه، حسب بقى كل عمليه زي ما قلت، ليزك غير جلوكوما غير اي عمليه تانية، ولكن احنا هنا بنتكلم على الميه البيضاء. الميه البيضاء الطبيب بيراجع برده مقاس العدسه وكل حاجه، وان العدسه موجوده وكل شيء، ان كله تمام، بيتكلم مع المريض وبياخد قرار ان هو يديله البنج موضعي ولا سطحي ولا هننقبه كله. الغالب بيكون بنج موضعي زي ما قلت، فيه سطحي اللي هو قطرات بس بتخدر العين، الطبيب ممكن يشتغل وكل حاجة، ولكن يعني دي في حاجات مثلا زي الليزك، حاجات اللي هي خفيفة شوية بتخدر العين، ولكن يعني عيان لازم يكون متجاوب بشكل كبير. ده في الغالب مش كل العمليات ومش كل الدكاترة ومش كل المرضى، يعني ده مش الشائع ولا الدارج ان العملية تتم فقط بقطرات، عشان نكون صراحة، وخاصة مية بيضة، المية بيضة بيبقى فيها فتح وجرح، الموضوع مش سطحي، مش زي الليزك مثلا. وزي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت، طبعا البنج ده ممكن يتعمل له حلقة لوحده، يعني الموضوع كبير جدا، ولكن في العموم بيكون يا اما في حاجة اسمها سطحي او توبيكال مجرد قطرات، في حاجة اسمها في النص برضو ما شرحتهاش الحلقة اللي فاتت، حاجة اسمها انترا كاميرا، لان ساعات بيبقى فيه بنج في الحجرة الامامية للعين، ولكن مش عايز الخبط زيادة، وممكن ابقى اعمل الحلقة لو عايزين عن البنج اللي ليه خلق، ممكن اعمل له الكلام ده لو عايزين، يعني كل حاجة احنا ممكن بعد كده نفرد لنا، ان زي ما بقول دايما الطب بحر يعني. ولكن في العموم بيكون في القطرة الاشعة، القطرة اللي هو حاجة بتعمل بنج سطحي، ده ممكن يعني او العملية خفيفة وممكن يكون في ألم شوية محتاج استحماله، ويكون المريض متجاوب متعاون، ده بيكون اسهل على المريض في ناحية ان هو مفيش اي حقن، مفيش اي حاجة، ولكن بالنسبة للطبيب لا يفضله قوي، لان بيكون برضو في حركة في العين، والموضوع معتمد هو في شغله على المريض. لو دخلنا بعد كده في اللي هي اللوكل او حاجه اسمها ريجونال، او يعني تخدير على حسب المناطق، في كذا منطقه في العين ممكن بندخل الابره زي ما قلت علشان نوصل لحاجتين، ان الالم ما يكونش موجود مع حاجه اسمها ايكاينيزيا، او ان ما يكونش في حركه للعين نفسها. ممكن سبحان الله من طريقه البنج دي ان العيان يكون يعني حد الاختبار اللي حتى بنعمله، بنفتح العينتين نقول له بص يمين وشمال وفوق وتحت، نلاقي عين بتتحرك والعين الثانيه خلاص ثابته، يبقى احنا كده وصلنا للتخدير المظبوط ان العين بتتحرك، فبالتالي بيكون برضو احساس فيها مش موجود. التخدير الاخير وهو الاكبر، يعني ده كده الجريدز لو هنمشي بالدرجات، الاخر حاجه طبعا البنج الكلي، وده ممكن يكون الاوبشن الوحيد، يعني مثلا مع الاطفال، مع بعض العيانين بيبقوا عندهم بانيك اتاك او بيخافوا جدا، يقول لك يعني في ناس بيترعبوا اول ما يشوفوا منظر الابره، يقول لك انت الابره دي هتديها في عيني، فالناس بتقلق يعني، عشان كده برضو حتى ملحوظه كده على جنب، لو في اي زميل لسه اصغر وحتى اكبر، يعني ملحوظه حاولوا ما تحددوش لأيا كانت المستشفى مثلا كذا عيان داخلين ورا بعض، يعني رجاء ان انتوا ما تدوش بنج عيان قدام عيان تاني. بنج الموضعي ساعات عيان اول مرة هيشوفه هيترعب شوية، لان هو مش متخيل ابرة هتخش في العين، هو متخيل خايف على عينيه، وليها يعني كل الحق. الدكاترة نفسها اول مرة بتشوف الحقنة
ممكن تقلق، فبالتالي المريض ممكن يقلق اكتر. ولكن المرضى بقى اللي بيسمعوني، لا ما تقلقوش ان شاء الله بتعدي على خير، وده الاشع، والطبيب يعني ان شاء الله بيكون عارف هو بيعمل ايه، يمشي جنب العين بمحاذاه العين بطريقه ما، بيحاول يبعد بقدر الامكان انه ما يلمس العين، ومجرد بيحاول يوصل لورا العين او للمكان اللي ورا العين بشكل او باخر عشان الجانجليا او شبكه الاعصاب اللي موجوده ورا العين دي علشان يتم التخدير. ما تقلقوش، انا برضو بطمنكم ده البنج الاشع، الموضوع بيكون بسيط، ما يعني ما تقلقوش من حاجه، حتى والمنظر يبان مرعب لكن ما تقلقوش. ساعات الحقنه دي برضو لو حدش عملت حاجه اسمها البلاك اي او عملت بعض الانزفه حوالين العين، ده وارد انه يحصل زي كده، كان اي كدمه او اي حاجه، مع الوقت الاسبوعين ثلاثه الموضوع مع الوقت بيعدي. ده برضو علشان لو اي حد شاف الموضوع ده، ويمكن هنتطرق في الحلقه الجايه ان شاء الله ما بعد العمليه باذن الله، فده ما تقلقش ولا اي حاجه. فده البنج، ان احنا في المرحله دي قبل ما العيان بقى بيبقى داخل جوه اوضه العمليات، وساعات البنج بنديه على الترابيزه العمليه، في وقتين ممكن ندي فيهم البنج، يا بره قبل ما ندخل العيان على طول على الترابيزه، او لو على ترابيزه العمليات نفسها قبل ما يتعقم، نخلي العيان يغمض عينيه، يتم تعقيم العين كلها يعني بطريقه، حتى بيتفرك الحواجب والرموش وكل حاجه بالبتادين عشان لو في اي بكتيريا يتم التخلص منها، بحيث ان احنا لما نبدا نكون تمام. ساعات البتادين بيخش جوه العين، البتادين مش حلو ان هو يخش جوه العين ويقعد كتير، لكن لو دخل شويه جوه العين مفيش مشكله، ان بتركيز معين لا تضر، ولكن انا برضو بطمن عشان لو في بتادين دخل جوه العين محدش يقلق، لان في عيانين كتير بيقلقوا من الموضوع ده، يعني ساعات كتير يبقى التمريض حط فهو يفتح عينه ويلاقي البتادين دخل، يقول لي ده دخل جوه عيني، بنجيب الحلول، حلول معقم برضو طبعا، بيتغسل بيه العين علشان نقلل التركيز، لكن ما يعني الموضوع ما يكونش مقلق للدرجه، علشان ناس كتير بتبقى قلقان. بعدين بيتم بقى حاجه اسمها فرش بقى. يعني ايه فرش؟ يعني بيتجاب ملايات وفرش معقم، معقم بقى فعلا، ده بعد ما التمريض بيكون تعقم بيمسك الفرش المعقم ده، يبتدي يغطي المريض كله بملاية معقمة، مجرد عينيه بس اللي بتكون باينة، حاجات بتكون جاهزة وفي حاجات بتكون في المستشفيات القديمة حاجات قماش، وفي حاجات يعني موضوع مختلف، ولكن هي الفكرة واحدة، لازم العين كله بقى يتغطى بحيث ان يكون الانترفيس او الجزء المقابل او المواجه للي احنا نشتغل فيه يكون معقم، فبيكون متغطي العيان كله وفقط العين بس هي اللي باينة كده، العيان خلاص جاهز. تمريض بتتعقم زي الطبيب ما هيتعقم، بيخش يغسل ايده بتدين للغسيل بقى، بيرغي ويقعد يمسك الايد بطريقه، طبعا دي حاجه بقى تخصصيه اكتر، ولكن لازم يتاكد ان كل فراغات طبعا او في اي خواتم او اي دبل او اي ساعات بتتقلع، وطبعا المريض نفس الحوار لازم بيبقى فيه تنبيه على المريض ده حتى من قبل العمليه، يمكن قلنا الحلقه اللي فاتت ولكن نعيده تاني، ان لازم يكون فيش خواتم ملبوسه يوم العمليه، برده لازم لو في اي سيده تحط ميك اب او مكياج او حاجه، رموش ولا كحل ولا اي شادو ولا اي الكلام الجميل ده كله، مفروض ان العين نظيفة تماما، وده لازم بنتأكد من الكلام ده عشان حتى التعقيم والكلام ده كله، فما ينفعش. فنفس الحوار، الطبيب بيقلع ساعة، يقلع دبلة، بيقلع اي حاجة، دي كده عريانة خالص، ويبتدي يمسك بتدين ده من غير ما يلمس الحنفية، وفي بعض الحنفيات من غير اوتوماتيك يعني بالسنسور او بالحساس بتنزل المية، يبتدي يغسل ايده مرة واتنين بطريقة معينة بحركات معينة تحت الضوافر لغاية ما يقدر يعلى على قد ما يقدر، بحيث ان ايده كلها تكون نظيفه تمام. يجي بعد كده تمريض، بياخد هو جاون معقم يبتدي يفرده، والتمريض يلبسوله من ورا، بيبقى خلاص بقى كده هو برده زي ما المريض مفروش عليه فرش معقم هو نايم، الطبيب بيكون حتى لو هو لابس لبس العمليات اللي انتوا بتشوفوه ده، مجرد اللي بيتلبس عليه الجاون، لكن ده مش اللي احنا بنشتغل بيه. يتلبس بقى الجاون ده فوق لبس العمليات، وبعدين فوق التعقيم ده كله جوانتيين يعني سترايل او معقمين، مش زي بتوع البسبوسه ولا بتاع شيف الشربيني بقى وورق وقلم ست الكل، مش الكلام ده كله، لا جوانتي معقم وتقيل بالمقاس، يتحط للتمريض، هي بتلبسه للطبيب، يلبس الجوانتي كده، هو جاهز للشغل. طبعا في بقى الميكروسكوب، ده نتكلم كمان على الميه البيضة في الغالب، حاجه اسمها ميكروسكوب، العمليات الرمد بتتعمل بميكروسكوب معين وبيبقى بنور معين، الطبيب بيظبطه ساعات قبل ما يتعقم، وساعات بيمسك حاجه معقمه يعني يبقى زي هو ماسك بيها الميكروسكوب نفسه علشان يظبط الميكروسكوب بتاعه، او ساعات بيظبط ويقلع الجوانتي واخد جوانتي كده. كل ده بيتعمل، انا بديكوا عيشه تامه لما يحدث داخل غرفه العمليه. بعدين العيان خلاص بيهدى ويطمن مع الطبيب، يعمل العمليه ان شاء الله وتتم زي الفل باذن الله. طبعا جوه العمليه لازم العيان لو كان واخد بنج موضوعي لازم يكون متجاوب مع الطبيب، دي برده ملحوظه، لان في بعض العيانين هو متخيل لو عمل كده هو ما اتحركش، هو متخيل متحرك ده اللي هو لازم يقوم بقى يعمل كوبايه شاي وبتاع، لا، الحركه اللي بالنسبه للعيان ملي بالنسبه للطبيب بتكون كيلو،
يعني انتوا مش متخيلين تحت الميكروسكوب الملي ده بيفرق. فبالتالي لما عيان كده ساعات ايه يبقى عايز يعدل دماغه، فهو متخيل ان هو مثلا هيشيل دماغه ويرجع بيها والطبيب مش هيحس، لا ده بيحس جد، يعني ده ممكن يأذي نفسه وبتحصل بعد الشر عن الجميع. فعشان كده ثبات تام وتبقى مرخرخ دماغك تحت ايد يعني تسلمها لله وللطبيب اللي انت وثقت فيه، لكن اي حركه لا، لان ساعات في بعض العيانين بيبتدوا يتحركوا لما الطبيب بيلاقي كده، لان ممكن يهدد العين، فساعتها بيطلب من التخدير ان هو ينيمه بقى بنج كلي. دي الملحوظه اللي داخل العمليه، لكن ان شاء الله بعديها العمليه تمشي زي الفل، ويعني ربنا يشفي يا رب كل مريض. اخر مرحله برضو كل هدفنا التعقيم وعدم تلوث الجرح، يكون في خطوتين بيتعملوا بيجهزونا للحلقه الجايه ان شاء الله. اول حاجه بيكون في حقنه كده، حتى دايما اي دكتور يحب يطمن العيان يقول له دي حقنه الشفاء، ولكن هي مش يعني مش حقنه شفاء ولا حاجه، هي حقنه بتبقى مضاد حيوي مع مضاد التهاب حقن تحت ملتحمه العين، بحيث ان تبقى عامله زي الديبو كده او زي المخزن يفضل مكمل مع العيان. وبعدين برضو ده المفروض اللي يتم ان بمرهم مضاد حيوي مع مضاد التهاب بيتحط بغزاره داخل العين وتتقفل وتتغطى. طبعا الكلام ده ممكن بقى لو في ليزك ممكن بيتحط شيل برضو، شيلد ده ممكن يتحط، المية البيضة برضو مفيش مشكلة. شيلد ده اللي هو واقي للعين بيتحط بيبقى مخرم، يمنع ان العيان يهرش في عينيه غصب عنه وهو نايم، او انه ينام على عينيه او حاجة، دي بيتلبس. ولكن في الغالب بيكون غيار مجرد شاش معقم بيتحط عليه بيتلزق وخلاص كده العملية بتكون خلصت. كده نكون خلصنا تاني حلقة اللي هي جوه العملية او اللي بيحصل داخل غرفة العمليات. ان شاء الله الحلقة الجاية ندردش في تعليمات ما بعد العملية بقى، يعني نحاول لو في برضو اختلافات بين عملية وعملية ممكن نتطرق ليها. يا رب تكون الحلقة دي مفيدة للجميع. اللي ما شافش الحلقة اللي فاتت يبص عليها بصة. برضو قبل ما تمشوا بتنسوش تعملوا اشتراك في القناة، بصوا على بقية الفيديوهات، ان شاء الله تكون قناة ممتعة ومفيدة. ربنا يدينا العمر والصحة، ونشوف بعض الخير الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.